تكلم أهل التفسير في بيان معنى الحياة الطيبة، وتنوعت كلماتهم في تفسير وبيان ما وعده الله تعالى المؤمنين في قوله فلنحيينه حياة طيبة، ولهم في ذلك جملة من الأقوال. قال ابن عباس والضحاك في معنى الحياة الطيبة أنها الحياة التي يتيسر فيها للإنسان رزق حلال ورزق طيب ورزق حسن، فجعل الحياة الطيبة فتح الأرزاق وحصول البركة في هذا الرزق. وهذا المعنى يشهد له قوله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهؤلاء لما حققوا التقوى في أقوالهم، في قلوبهم، في أعمالهم، في أحوالهم، فتح الله تعالى لهم أبواب العطاء، أبواب الهبات، فتح لهم البركات. وانظر كيف تتتابع البركات وتترى، ليس من جهة واحدة بل من كل الجهات. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، وليست بركة واحدة. ويدل هذا على فيض الله العظيم وعطائه الجزيل في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحال، وإذا حقق الإنسان هذا العمل. إذن هذا المعنى الأول للحياة الطيبة، وهو الرزق الحلال، الرزق الطيب، الرزق الحسن. وبهذا قال ابن عباس والضحاك رحمه الله.